اكيد. خليني اقول لحضراتكم كمان ان اصفرت قرعه الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، وطبعا اللي هي اقيمت النهارده يوم الاثنين باحد فنادق القاهره الكبرى عن مواجهه الاهلي لفريق مصر المقاصه في افتتاح المسابقه ضمن منافسات الجوله الاولى. كمان اصفرت قرعه الدوري الممتاز للموسم ده عن ملاقات الاهلي للزمالك في الجوله الرابعه على ان تقام مباراه الدور الثاني طبعا في الجوله ال 22، وجت مباريات الاهلي على النحو التالي. بتبتدي بالجوله الاولى. الجوله الاولى المقاصه زي ما قلنا لحضراتكم بالظبط، الثانيه غزل المحله، وبعدين الاتحاد السكندري، في الجوله الرابعه الزمالك، الجوله الخامسه وادي دجله. طبعا ماتشات يعني قويه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في تلاحم شديد في المواسم، لكن الشيء اللي يعني بيتهيألي بيبسط الجمهور انه هيشوف الاهلي بقى في شكله الجديد، هنشوف الاضافات اللي دخلت على الفرقه، الصفقات الجديده طبعا. مش هنقعد فتره يعني، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نختم الموسم بالفوز بكاس مصر، وبعد كده ندخل في بطوله الدوري نشوف الاهلي سكواد الجديده ان شاء الله. الجوله السادسه هيكون سيراميكا كليوباترا السابعه الانتاج الحربي، بعد كده هنلعب البنك الاهلي. كل التوفيق طبعا لكابتن محمد يوسف، نتمنى له موسم كويس. محمد يوسف من يعني الاسماء المخلصه للكيان، ونتمنى له ان شاء الله تجربه ناجحه. بعد كده هنلعب المقاولين العرب. الجوله العاشره هيكون لقاء مع بيراميدز، الجوله ال 11 مع سموحه، ال 12 مع الاسماعيلي، ال 13 مع امبي، وال 14 مع طلائع الجيش، وبعد كده نلعب المصري، وفي الجوله ال 17 هنلاعب الجونه، ال 16 الجونه، وال 17 هيكون فرقه اسوان ان شاء الله.